من أطيب كيكات الشاي، شكلها حلو ومميز وطعمها جدا لذيذ. على قد ما هي طيبة، عملتها مرتين هذا الأسبوع، كيكة التايجر بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نعملها مع بعض. ببدأ بالبيض والفانيلا والسكر، بخفقهم لحتى الخليط هيك ينفش ويضاعف حجمه مرتين. الزيت بضيفه بالتدريج مع استمرار الخفق، مهم عندي ان هيك اضيفه بالتدريج لحتى يندمج عندي واحصل على كيكة هشة وخفيفة. هلأ عندي المواد الجافة، الطحين والبيكنج باودر، يا اما بنخلهم او هيك بحركهم بالشبك مع بعض. بحط عندي نص كمية الطحين وبخفق عندي، ما ببالغ بس هيك لحتى احس انه معظم الطحين اختفى عندي. بعدين بضيف عندي كوب الحليب، برجع بخفق بس هيك ثواني وبضيف باقي الطحين وبرجع بخفق الخليط. وهلأ عندي أي إشي على الأطراف كمان بشيله وبقلب الخليط بالسباتولا لأتأكد إنه كل شيء اندمج عندي. هلأ الخليط صار جاهز، بقسمه لنصفين، ممكن استخدم الميزان عشان يكون دقيق أكتر. عندي هون الكاكاو 2.5 ملاعق مع 2.5 ملاعق مي، لازم أحصل على الخليط هيك بيشبه قوام الكيك. بضيفه على نصف الخليط وبرجع بخلط، وهيك رح أحصل على خليطين، واحد بالفانيلا والثاني بنكهة الكاكاو. الصينية اللي بدي أخبز فيها بخيتها ببخاخ الخبز، وهلأ بثبت إيدي بالوسط وبسكب مرة من خليط الفانيلا ومرة من خليط الكاكاو، بس أهم إشي إنه إيدي تكون ثابتة بالوسط عشان الطبقات يكون شكلها مرتب. أنا عملتها بصينية 10 إنش، إذا بتحبوها مرتفعة أكتر اعملوها بصينية أصغر شوي. هلأ بعود خشبي ما بنزل للقاع، بس على السطح عشان ما أخرب شكل الطبقات، بعملها بهذا الشكل لتعطيني شكل حلو هيك مثل شكل الوردة. طبعا الفرن حميته على درجة 180 قبل ب10 دقايق، رح أدخلها رح تاخد تقريبا 40 دقيقة، بس طبعا حسب فرنك. بعد ما طلعتها من الفرن بتركها تبرد تماما قبل التقطيع لحتى تعطيني هيك قطعة مرتبة وشكلها حلو. جربوها متأكدة رح تعجبكم، كيكة كتير لذيذة وطيبة، وصحتين وألف عافية.